هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إيه هي الآيات المحكمات وإيه هي الآيات المتشابهات؟ الآيات المحكمات هي الآيات الدالة على وحدانية الله، وهي ملخصة في قوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، يبقى دي اسمها الآيات الإيه؟ وهي أيضا الآيات التي تدل على معنى واحد، زي بعض الأحكام الفقهية، بعض الحاجات اللي هي تدل على معنى واحد لا تحتار فيها الإيه؟ العقول، يبقى دي اسمها آيات إيه؟ محكمات. يبقى الآيات المحكمات ديت من عالم الحقيقة ولا من عالم الخيال؟ عالم. العقل يبحث فيها ولا ما يبحثش؟ يبحث. أما الآيات المتشابهات فهي الأحكام الفقهية التي تحتمل حكمين حلال وحرام، وهي آيات الأسماء والصفات التي تحتمل تشبيها وتنزيها. يعني لما تيجي تقول ايه ويمكرون ويمكر الله، يعني ايه يمكر؟ وربنا بيمكر، والله يستهزئ بهم، وربنا بيستهزئ، نسوا الله فنسيهم، وربنا بينسى، انت واخد بال حضرتك؟ الناس بقى اللي هم مش راسخين في العلم يقولك، ناس يقولك نأول، ناس يقولك ايه نأول، يعني ايه نأول؟ يعني النسيان يعني الترك، يأولوا النسيان بالايه؟ صح، نقول لهم انتوا صح. ناس تانية يقولك احنا مش هنتكلم في الموضوع، نقول لهم انتوا برضو صح. ناس تالتين بقى يشبهوا، يقولك لا احنا ما عندناش حاجة اسمها مجاز، معنى كله زي كده، ناس الله يبقى ربنا نسيهم. نسيهم يعني ايه؟ النسيان يعني ايه؟ يعني الآفة، في حاجة اسمها آفة النسيان، نقول لهم انتوا بقى كفرة، نقول لهم انتوا ايه؟ كفرة. يبقى في ناس كفرة وفي ناس كويسين وفي ناس احسن كويسين اكتر منهم، بس لا دول راسخين في العلم ولا دول راسخين في العلم، دول علماء ودول علماء ودول كفرة. شفت بقى الآيات المتشابهات عملت ايه بقى؟ كفرت ناس وخلت ناس علماء. وما يعلم تأويله إلا ايه؟ والراسخون في العلم. يعني الراسخون في العلم يعلموا تأويله، يعني الراسخون في العلم ربنا علمهم تأويل هذا المتشابه، إنما العاديين اللي هم العلماء اللي هم مش راسخين، هؤلاء العلماء هم اللي بنقف، يعني في ناس علماء بنقف عند وما يعلم تأويله إلا الله، دول بقى العلماء اللي إيه؟ اللي مش راسخين في الإيه؟ في العلم. وفي علماء تانيين بنمشي ما بنقفش، دول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يبقى الراسخون في العلم ربنا سبحانه وتعالى بيعلمهم تأويل هذا المتشابه، وإلا ما الفرق وما الفائدة في أنه يصفهم بالرسوخ في العلم؟ ما الفائدة بأنه يقول في آخر وما يذكر إلا أولو الألباب؟ يعني هنا ربنا سبحانه وتعالى وصف هؤلاء العلماء بأنهم راسخون في العلم وبأنهم أولو الإيه؟ يبقى بعد هذا الوصف يبقى ربنا علمهم إيه؟ هذا المتشابه. ودي حاجة بسيطة جدا، أنتم كلكم ساعة ما جيتوا الزاوية كنتوا عارفين الحاجات اللي قبل كده، كنتوا علماء، إنما لما جيتوا الزاوية وعرفتم إن في حاجة اسمها الذات الإلهية والتجليات، مش كده؟ وعرفتم بقى إن لما بقى الذات الإلهية ذات منزهة عن كل هذه، يد الله فوق أيديهم، ربنا في السماء على العرش، مش هي دي الذات المقدسة؟ لأن الذات الإلهية المقدسة منزهة عن كل الحوادث، ومنزهة عن كل الصفات، ومنزهة عن كل المناسبات. وعرفنا ان في حاجة اسمها تجليات، وان الله تبارك وتعالى يتجلى في كل شيء بما يناسب هذا الايه؟ الشيء. وعرفنا ان هي دي كلها دي تجليات، ليس الا لما ربنا يقول ان ربنا بينزل الى سماء الدنيا، ان الله يضحك لفلان، ان الله يتبشبش للرجل يأتي الى المسجد،
أن الله فوق العرش، أن دي كلها اسمها تجليات وليست الذات الإلهية. وعرفنا كمان أن في مقام اسمه مقام السواء، أن الإنسان لما بيعلو بيبقى حاجة كويسة جدا، بيعلو إلى هذا المقام، وربنا سبحانه وتعالى لما بيحب يعرفه بنفسه بيتنزل له في هذا المقام ويديله أسماءه وياخد من أسماء العبيد. يعني ربنا سبحانه وتعالى يسمي هذا المخلوق الرؤوف الرحيم، محمد، محمود، دي كلها أسماء مين؟ ربنا. فيديها للبني آدم الجميل ده العلي ده، وهو ياخد وربنا لما يتنزل في هذا الموقف ياخد من الحاجات بتاعت التشبيهات، انه يضحك لهذا الانسان مش كده، ويتنزل لهذا الانسان ويتبشبش لهذا الانسان. مش معناه ان هو لا، بعد بقى مقام السواء فوق يبقى العبد عبد والرب رب، تحت يبقى العبد عبد والرب ايه، مفيش حاجة اسمها. انما طول ما هم في مقام السواء اللي هو مقام المحبة، مقام الايه الحب، مفيش تكليف بين حبيب وحبيبه، ما لا يحبوا بعض ازاي، مش كده. وقلنا مثل ان في مثلا واحد زبال حب واحدة اميرة جميلة كبيرة وهي حبته، الزبال يبقى في بينهم معاد عشان الحب يلتقوا، لا هو الزبال يقدر يروح للاميرة في القصر ولا الاميرة تقدر تنزله في المزبلة، مش كده. فياخدوا مكان كده مناسب، هو يلبس احسن حاجة عنده وهي تلبس اوحش حاجة عندها، مش كده. اصل هي لو لبست احسن حاجة عندها مش هيدفع، خلاص طول ما هم كده خلاص، بعد كده مش كده ولا ايه. انت ده معرفت الكلمتين دول اصبحت راسخا في العلم. اصل كونك تعرف وتقبل، اصل في ناس تعرف الكلام ده ما تقبلوش، ارواحها لا تقبله وعقولها لا تقبله، ويقول لك ده كلام كفر، يبقى ده راسخ. فاللي يعرف الكلام ده ويصدقه ويعيش معاه ده يبقى راسخ، خلاص يبقى عارف متشابه ولا ما عرفش المتشابه، عارف المتشابه اللي غيره ضل فيه. وما يعلم تأويله إلا الله. لو وقفت هنا، لو وقفت هنا إيه يبقى واقفين لإيه، للعلماء بس. إنما لو مشيت ما وقفش يبقى أنت من الراسخين في إيه بقى، في العلم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ومع أن الراسخين في العلم علموا ما أعلمه الله، إلا أنهم بعد ذلك يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كل من عند إيه؟ ربنا. فهم يؤمنون بما جاء من عند الله على مراد الله، ويؤمنون بما جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما يتذكر إلا إيه؟ أولو الألباب. ومع ذلك، ومع هذا العلم الوفير، إلا أنهم لا يأمنون مكر الله، فيقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ إيه وهب لنا من لدنك إيه إنك أنت الإيه الوهاب. حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قوله اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم، مش كده. فالسيدة عائشة بتقول يا رسول الله يعني أنا، فقال لها إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الإيه، أما تقرئين قوله تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا، أي لا تمل قلوبنا عن إيه، عن دينك.